سيدات السادة ممثلي وسائل الإعلام، على ضوء الاجتماع الذي عقده المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحضور مختلف فعاليات نادي الوداد الرياضي البيضاوي والوقوف عند كل الملابسات والظروف التي أحاطت بمباراة النهائي التي جرت البارحة برادس، قرر المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رفع بالتنسيق مع المكتب المسير لنادي الوداد أولا مراسلة الفيفا في نازلة الموضوع معززة بكل الاعتراضات والوثائق التي يتوفر عليها نادي الوداد الرياضي البيضاوي. ثانيا اللجوء إلى الطاس للإحاطة ورفع قضية في الموضوع إنصافا لنادي الوداد الرياضي البيضاوي. التحضير للجنة التنفيذية لاجتماع اللجنة التنفيذية للكاف يوم 4 يونيو والتي ستخصص كل أشغالها في نقطة وحيدة وفريدة وهي المآل القانونية للمباراة الأمس التي جمعت كما قلت بين نادي الترجي ونادي الوداد الرياضي البيضاوي. ثم أخيرا عبر المكتب المديري والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن مساندتهم اللامشروطة لنادي الوداد الرياضي البيضاوي للذهاب إلى كل الحدود ووفق كل المقتضيات القانونية لاسترداد حقوق مشروعة رياضية اغتصبت أو وزيلت لنادي الوداد الرياضي البيضاوي بشهادة العالم وبشهادة كل المتتبعين للشأن الكروي والرياضي. وستكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ابتداء من اليوم رهن إشارة نادي الوداد وبتنسيق معه في مقدمة كل المرافعات وكل القضايا التي ستثار سواء داخل دواليب الفيفا أو الكاف، وسيكون بطبيعة الحال رئيس الجامعة قد تم تفويضه صلاحيات لإجراء مجموعة من الاتصالات داخل هياكل الكاف بطبيعة الحال كما قلت تحقيق هدف واحد وهو استرداد حقوق الوداد الرياضي البيضاوي وتجاوز كل هذه الظروف التي أكد الجميع ويعرف الجميع أنها صعبة ولن تمكن كرة القدم الأفريقية من بلوغ أشواط متقدمة في مستقبلها. ولتوضيح الأمور التي أحاطت بالمباراة وكل ما تم تلفيقه كالعادة من تهم ومن أقوال، فقرر المكتب وقرر الاجتماع أن يكون السيد رئيس الوداد حاضرا لإدلاء بكل المعطيات التي أدلى بها للاجتماع، ثم شهادة لاعبين كان حاضرين وقد ترسخ في ذهني الشهادة الأولى التي أدلى بها عميد فريق الوداد اللاعب نصير لما قال بأنه إلا كان الحكام خبرنا في بداية المباراة وأنا ما تنفهمتوش، فكيفاش مشاو اللاعبين نتاع نادي الترجي اللي فهموه واللي العميد نتاعهم قاري بزاف، قاري جميع اللغات ولكن ما قاريش الكره والقواعد نتاعها، كيفاش مشاو كيحتجوا على الحكم باستعمال وضروره اللجوء الى الفار في العديد من المناسبات.